صباح الورد والياسمين مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات يوم الأربعاء المتنفس هنا في برنامج كيف الحال، من خلاله تنتلقوا مع أطفال، تنستمعوا للأطفال، تنعيشوا واحد اللحظات مع الأطفال وكنشوفوا العالم بعيون الأطفال. اليوم عندي جوج ديال الضيفات هنا في البلاتو معايا. هبة، صباح الخير هبة. صباح النور والياسمين. لاباس؟ الا شحال في عمرك هبه؟ عندي 10 سنين. 10 سنين. ومعايا ياقوت، صباح الخير ياقوت. صباح النور ياقوت. انا وياك كنتعرفوا ديجا لانني ديجا استقبلتك في الراديو. ياقوت شحال في عمرك؟ عندي 9 سنين. عندك 9 سنين. وفاش كتقرا ياقوت؟ انا في رابع ابتدائي. في رابع ابتدائي. وهبه؟ رابع ابتدائي. رابع ابتدائي. وانتم بجوج كتقراو في المدرسه العموميه. ياقوت طفله برلمانيه، هادشي علاش كنا هضرنا في الراديو انا وياك. دونك انت تبارك الله طفله برلمانيه وشاركتي في واحد المجموعه ديال المسابقات ديال القراءات، شي كل غادي نهضروا عليه من بعد. الوغ ملي كنستقبلوا اطفال عاده فكنا في البدايه كنطرحوا عليهم موضوع ما كنبغيوهمش يجيو مستعدين، تنبغيو نسمعوا الراي ديالهم في مجموعه ديال الاشياء بشكل هو عفوي. فمنين جاو عندنا بغينا نسولوا الوليدات واحد السؤال اللي كنطرحوه دائما للكبار. الكبار ملي كنتلاقاو مع شي واحد تنقولوا ليه شنو كدير في الحياه، هذا السؤال قليل فاش كنطرحوه على الاطفال، لان بالنسبه لنا في الدين ديالنا ان الاطفال تعيشوا تحت كنف الكبار، وشنو كيديروا في الحياه انهم تيقراو وتيستعدوا للمستقبل ديالهم. ولكن حنا اليوم بغينا نطرحوا هذا السؤال هذا على هاد الوليدات هادو، هي شنو كديروا في الحياه. هبه شنو كديري في الحياه؟ كندير بزاف الحوايج في الحياه. كدير بزاف ديال الحوايج. بزاف مثلا كنخرج كنقرا كندير بزاف الحوايج. يعني ماشي غير كتقراي؟ لا ماشي غير كنقرا. حنا دابا الكبار بالنسبه لنا الدراري الصغار اشنو كيديروا في الحياه؟ كل يوم كندير حاجه. كل نهار كديري حاجه. دونك كديري بزاف ديال الحوايج في الحياه. مثلا من غير القرايه شنو الحوايج اللي كديري؟ كنبتكر. كنرسم. مره كنسمع الموسيقى. يمكن نبقى كل شيء ناعس. كاين نهار اللي كتبغي دوزيها هكا ناعسه. الوغ ملي كتبتكري مثلا شنو هي الاشياء اللي كتبغي تبتكريها وشنو المجال اللي كتبتكري فيه؟ كنبغي مثلا كنصنع من الاوراق شي حيوان شي حاجه. يعني كتصوبي هكذا شي حاجه بالوراق. كديري شي حوايج زوينين. ياقوت كتقولي كدير. دونك شفتيها شنو كدير هبه في هذا الشيء؟ ومنين تعلمتي هذه المساله هذه؟ مني كنت صغيره وانا كيعجبني نبتكر. كتبتكري بحال هكا حويجات. كتبغي تكوني في عالم الابتكار منين تكبري ان شاء الله؟ ياك نكون شي حاجه اخرى. وتكوني شي حاجه اخرى. انا غادي تجاوبيني على هذا السؤال من بعد غادي نسولك. ياقوت انت شنو كديري في الحياه؟ انا واخا عارفه شي شويه نعاودو نذكروا الناس. شنو كديري؟ انا كنقرا كندير بزاف الحوايج. من غير القراءه كنرسم كنغني كندير شويه لاداس. كديري بزاف ديال الحوايج. يعني كتحسي بان حياتك عامره. وزديها دابا بالبرلمان. برلمان الطفل. برلمان الطفل. يعني بديتو كتشتغلوا ولا مازال؟ لا مازال دابا ما وصلني حتى شي اتصال. مازال داكوغ. وفي حياتك اليوميه هكذا كتنوضي في الصباح تتمشي للمدرسه؟ كنمشي للمدرسه. كنستافد كناخذ معلومات. كتعيشي حياتك المدرسيه بواحد الشكل جميل. الوغ ياقوت من بين الاطفال اللي ملي كيجيو عندنا تيقولوا لنا تيحماقوا على المدرسه. ياك عزيزه عليا. كتعجبك المدرسه؟ ما كنبغيش كاع نغيب. ما كتبغيش تغيبي؟ هكذا. وشنو الحوايج اللي تقدر تخليك تغيبي على المدرسه؟ انا مثلا الا كان عندي شي لقاء بحال هكا. ولا كنت غادي نمشي لشي مسابقه. داكوغ. وقعت انك غيبتي مشيتي لمسابقات بحال هكذا. داكوغ. الوغ انا بغيت نعرف مثلا شنو هي بحال دابا حنا ملي كنسولكم شنو كديروا في الحياه كنبغيو نتخيلوا النهار ديالكم كيفاش كيبدا مع الصباح. بون دابا كتفيقوا بكري وخا هكاك باقيين كنفيقوا في الظلام ياك. باقي الساعه الاضافيه. شنو رايكم في الساعه الاضافيه؟ انا ما عجبتنيش. ما عجبتنيش. علاش؟ فيقوا بكري وفي الظلام كنخرجوا كاين البرد. كيجيك البرد في الصباح ملي كتخرجوا؟ كتمشيو في الظلام كتمشيو بوحدكم للمدرسه ولا كيوصل لكم شي واحد؟ لا كنمشي بوحدي. انا كنمشي بوحدي انا وبنت خالتي. كتمشي في الصباح بوحدك باقي الظلام؟ باقي الظلام. ما كتخافيش؟ كنخاف. ايوا كنتمنى ان هاد الشيء اللي قلت دابا على الساعه يوصل للمسؤولين. يوصل للمسؤولين؟ باش انكم توليو تخرجوا في امان تمشيو للمدرسه. انت ما عندكش اللي وصلك للمدرسه في الصباح؟ لا. خصك تمشي بوحديتك انت وبنت خالتك قدك قدها بنت خالتك؟ في نفس السن ديالك. مدرسه بعيده على الدار؟ شويه شي بعيده شي بعد. ولكن كتمشي خايفه كتخافي؟ كتخاف. والبرد والشتاء بعد المرات كتصب الشتاء. حنا باقيين يعني في اجواء كنمشيو كنجريو ظلام بحال كتحبي راسك في الليل. والاجواء شحال البرد كتمشي باغا غير توصل للمدرسه. كتمنى هذيك الساعه دغيا توصل للمدرسه بحال شي واحد غيطيرك دغيا للمدرسه. نعم. وفي الفياق في الصباح عندكم يعني كتفيقوا بزز ولا تخرج من الفراش من البرد؟ كنخرج كيجيني البرد.
البرد غير كنبغي نلبس صندالتي كيجيني البرد كنقول لها ماما عارفه كنقول لها عافاك كما ماما رجعيني خليني نعس تقول لي تنوض سير المدرسه ولكن كتحاولي ما امكن انك ما تغيبيش بسبب هاد الاشياء هذه فهاد الساعه الاضافيه التي تزعج الاطفال دونك مزيان انكم ثم انا بعدا في الصباح تكلمتوا لينا عليها كنفيق كنبقى نعسه شويه كتقول لي ماما نوضي كنبقى نعسه شويه كتجي كتحيد لي الفراش تحيد عليك الفراش بحال هكا باش تحيد انا ماما كدير لي بحال هكا كنعسه كتحيد لي الفراش كتقول لي نوضي نوضي تمشي بحال هكا للمدرسه انا غادي نرجع للحوايج اللي الانجازات اللي كديروا فينا انتم دابا كديروا انجازات ياك يعني بزاف الناس كيسحب لهم الوليدات الصغار كيديروا غير اللعب وغير هذا انتم راه كتحسوا براسكم كديروا شي حوايج زوينين في الحياه ياك من غير القرايه ياك ومثلا هبه الانجازات اللي كديري في اليوم ديالك وفي حياتك هكذا اليوميه مثلا شي حاجه اللي كديريها وكتحسي براسك فخوره انك درتيها من غير المدرسه فخوره اني درتها فاش كنقرا فاش كنقرا شي قصه كنقول كنفرح كنرتاح فيها الله وكتقراي كيعجبك تقراي بزاف القصص كيعجبني ماشي شويه ولا ماشي بزاف مره 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 كنقرا هي ياك شنو هي النوع ديال القصص اللي كتقرايها انت مثلا اللي كتعجبك وتقرايها بزاف القصص هذيك القصص ديال الاميرات كيعجبك دوك قصص الاميرات وانتم دابا اليوم لابسين كسيوات بحال الاميرات بعدا لابسين كساوي بحال عندي ما يتسالكم شكرا هكذاك دونك كيعجبك دوك القصص ديال الاميرات لي كونت دو في وداك الشيء هكذاك وكتقراي بزاف كان شويه كتنفعك هذوك القراءات والمطالعه بزاف في المدرسه ديالك كتعطيني معلومات كتنمي العقل ديالي وكتعطيني بزاف ديال الحوايج القصه كنستافدوا منها بزاف د الحوايج داكوغ وانت يا قوت انا عارفه كتقراي بزاف لانك شاركتي في مسابقات ديال تحدي القراءه تحدي القراءه ما وصلتيش حتى للنهائيات لا. ولكن بعدا شاركتي الوغ باش تشارك شحال خصك تكون كتقرا من كتاب 50 قصه 50 قصه وملخصها وتلخصيها ودابا باقي كتقرا 50 قصه 50 قصه في شحال ديال الوقت قليل شويه وقت قليل يعني شحال شهر شهرين شحال لا شهر ونص شهر ونص هكذا وكل قصه خصك تقرايها خصك تقرايها وتلخصيها وتلخصيها كيف ما كانت القصه ولا خص يكون واحد العدد معين ديال الصفحات لا خصك انت تختاري القصه اللي في السن ديالك اللي في السن ديالك هكذا دونك انت قريتي 50 قصه اكثر ولا اقل من 50 دابا قريت اكثر من 50 اكثر من 50 قصه وشنو القصص من هاد ال 50 قصه اللي بقيتي عاقله عليها في الدين ديالك انا كيعجبوني دوك القصص تاع سندريلا سندريلا يعني الحكايات ديال الاميرات الاميره النائمه اصلا بدا انا القصص كاملين كيعجبوني كلشي القصص اي قصه كتقرايها كتعجبك القصص كيعجبوني كيفاش كتستافدي من القصه بحال دابا مثلا كاين شي واحد اللي غيقرا من القصه وما غيستافدش منها مثلا لا شنو يعني راه غادي يستافد منها ضروري ما غيستافد ما يمكنش شي انسان يقرا شي قصه وما يستافدش ياك مثلا شنو هي الاستفاده اللي كتاخديها من القصه كتاخدي معلومات اللي انت ما عارفاهمش هذوك وشي واحد شي حوايج انت ما عارفاهمش كتلقايها في ديك القصه كتلقايها في ديك القصه بحال اش مثلا شنو الحوايج اللي ما كنتوش عارفين بحال مثلا الا خديتي شي قصص تاع البرت اينشتاين غتاخديها غتقرايها كتب ديال البرت اينشتاين الا قريتيها غادي تستافدي بزاف تاع المعلومات هنا وغادي تعرفي البرت اينشتاين شكون هو شكون هو السيره الذاتيه ديالو هكذا دونك هنايا السيره الذاتيه قريتيها ديال البرت اينشتاين تبارك الله عليك وشكون مثلا شكون الناس اللي قريتي لهم قريت على اللجنه اللي كانوا في المؤسسه ديالنا وصافي لا شكون الناس اللي قريتي لهم سيره ذاتيه انا كانت خداتها لي ماما من معرض الكتاب وقريتها وبقيت كنقرا فيها صافي كنمشي عند صحابي كنبقى نعاود ليهم كتعاودي ليهم هكذا دونك يعني هذه القصه كتعطيك حتى موضوع اللي غتشاركيه مع صحابك بحال هكذا برافو عليك يعني وكتنفعك حتى في الدراسه ديالك مثلا شنو مثلا شنو هي المواد اللي كتحسي بان القراءه ديال القصص عاونتك فيهم مثلا شنو الانشاء تعبير كتابي تعبير كتابي ياك كيولي عندك واحد سهل انك دير تعبير كتابي تعبير كتابي حتى في التعبير الحر اللي الشفهي اللي بحال هكذا كديروا شفهي تعبير شفهي التعبير الحر يعني كتلقاو راسكم ان عندكم واحد رصيد لغوي رصيد لغوي
تبارك الله عليكم. وهذا الشيء مثلا فاش مشيتي للبرلمان الطفل لقيتي نفعك هاد الحوايج هادو؟ اه كنفعوك. فاش مثلا شنو هي المنفعه ديالك؟ مثلا الا قال لك انت بغيتي تاخدي الحق تاع الطفل اش غديري؟ اه كتبقي تقولي ليه انا غادي نمنعو من الشغال في الشوارع وغادي ندير ليه السكن وغادي ندير ليه الحاجيات اللي كيحتاجهم بحال التغذيه اللباس. ولكن هادو راه وعود، كتعطي وعود بانك غديري هاد الحوايج او لا انك غادي طالبي بهاد الحقوق هادو. انا طالب فوالا باش نكونوا واضحين، لان ملي كتقول غادي ندير لشي واحد كيخصك توفي بالوعد ديالك ياك ولا لا؟ منتي كتقولي بانك غتكوني مع الناس اللي غادي يطالبوا بهاد الحقوق للطفل اللي انهم ما يشتغلوش، ما يكون عندهم السكن، حق الصحه، حق التعليم والتغذيه وحق الحمايه. اكزاكتومون. تبارك الله عليكم، عرفتوا الهضره معاكم من حاجه لحاجه كان ما تنسخاوش اننا نسمعوا لكم بحال هكذا. انا عارفه عندكم بزاف ديال الحوايج ما تقولوا ياك. شدينا واحد ثلاثه ديال المواضيع اللي هي اساسيه، انكم الساعه الاضافيه كتزعجكم بزاف وكتعذبكم ياك، ان القراءه والمطالعه مفيده جدا ياك، وشنو عاود؟ العصا السحريه. العصا السحريه. الا كانت عندكم العصا السحريه شنو غديروا؟ انا انا غادي نغير العالم. تغيري العالم بعصا سحريه بحال هكا؟ كيفاش بغيتي تشوفي هذا العالم هذا؟ غادي ندير في المستشفيات، غادي خاصه بامراض السرطان. وغادي ندير مستشفيات خاصه بامراض السرطان، حيت دابا الناس كيعانيوا من مرض السرطان ما كيلقاوش كيفاش يعالجوا. نعم. وغندير دار العجزه. غنكثر منها. كتكثري من دار العجزه؟ علاش؟ حقاش كاينين شي اطفال كيتخلاو على والديهم، وهذوك الوالدين كيبقاو غير ضايعين في الشوارع. هذا غنزيدو نهضروا على هذا الشيء في العشيه. عصا سحريه ليك هبة مثلا شنو غادي ديري؟ اول حاجه غندير غنعاون الفقراء والاطفال اللي في الشارع غنديهم لدار العجزه، ماشي دار السكن ديالهم، ونحقق احلامي. ثاني حاجه نحقق احلام ماما. هذا الشيء كله غنزيدو نعرفوا هذه العشيه. هذه الوقت كيداهمنا ومازال بزاف عندهم ما يقولوا، مي في العشيه ان شاء الله مشاهدينا غنعطيو كذلك الفرصه للاطفال باش يحكيوا لنا بعض الاشياء اللي كتزعجهم، الاشياء اللي بغاوها، وكيفاش كيشوفوا العالم، ولا عطيناهم عصا سحريه كيفاش ممكن يغيروا العالم. دونك من جوج حتى لاربعه مباشره على امواج راديو دوزان. الى اللقاء.